فهذه واحدة من النقاط الأساسية التي يجب أن نفهمها حتى نعرف شلون نعالج مشكلتنا، مو نعالج المشكلة بمشكلة أدهى منها، أزمة بأزمة أدهى منها وأخطر. لا، يجب أن نقابل الطائفية بالأخوة الإسلامية، وأن نعالج الفتن التي يصدرها العدو إلينا بالعودة إلى رشدنا وتجاربنا وإخوتنا أخوتنا العراقية. هذا هو الطريق. وهنالك مسائل أخرى يضيق الوقت عن بيانها، أشير إلى بعضها إشارة عابرة لكي لا أطيل عليكم أكثر من هذا، ولا سيما أنا لا زلت في دور النقاهة. نسأل الله لنا ولكم الشفاء والفرج. الصهيونية العالمية على نطاق العالم كله تبذل كل الوسائل لدحر الإسلام وإظهاره بصورة مشوهة، وتدعم الحكومات الجائرة التي تحكم باسم الإسلام وحماية الحرمين وما إليها لكي تشوه صورة الإسلام. حتى استطاعت بهذه الجهود ووفق سيطرتها على وسائل الإعلام وعلى دوائر المال والمصارف والبنوك، استطاعت أن تخلق في العالم غير الإسلامي ما يسمى بالخوف من الإسلام، إسلامفوبيا، الخوف من الإسلام. بذلت الكثير من الجهود وما زالت تبذل حتى تجعل صورة الإسلام رهيبة في أنظار الآخرين. هذا مقابل ما ترى من إقبال الناس في العالم الغربي على الإسلام واعتناقهم للإسلام ودفاعهم عن الإسلام. فتفعل لكي تخلق إسلامفوبيا، يعني الرعب من الإسلام، الخوف من الإسلام، التقزز من الإسلام. هذا اللي سوته الآن. وجدت أن هذا المشروع أيضا استهلك، لم يعد الغربي يؤمن بهذا، وبدأ يعيد النظر في موقفه من الإسلام. ماذا تفعل الآن؟ مشروع آخر، وهو خوف المسلم من أن يظهر إسلامه ويدافع عنه. فهذا القتل الذي يجري عشوائيا، وليس هي عشوائيا بمخطط، على علماء المسلمين، على مفكري المسلمين، على أساتذة المسلمين، هذا جزء من الحرب على الإسلام. حتى إذا داعية مؤمن مثل المرحوم الشهيد الشيخ ثروي الشمري تقتله في الموصل، ليس لأنه هو هذا يختم أمره، لا، تريد إسرائيل أن تخلق الفزع من حمل الإسلام، مو الفزع من الإسلام، إنه بعد كل واحد يخاف أن يحمل. فتقتل المسلم الداعية فيه، وتقتل آخر في النجف، وتقتل آخر في بغداد. وهذه الحركات اللا أمنية التي منتشرة في كل يوم في العراق تقريبا جزء من هذه العملية. والدليل على ذلك، أريد أن ربما يقول بعض أنه هذه فكرة شوية متطرفة، لأن إسرائيل تقتل كل من مسلم. لا، تقتل مسلم بهدف، وهو أولا استنزاف طاقات الأمة، هاي مرحلة، بعدين خلق مو إسلامفوبيا، الفزع من أن تكون مسلما. كل واحد مسلم داعية يخشى أن، لأنه مثل ما يقتلون هذا الشيخ الشمري في موصل، في روسيا في نفس الوقت وفي نفس التوقيت، من قتلوا مو عالم ولا سلفي ولا عنده لحية، ممثل روسي اعتنق الإسلام قناعة وبدأ يدعو للإسلام، وجد في روسيا في موسكو، وجد مقتولا في بيته. ليه؟ هذا شو مسوي؟ هذا سلفي؟ هذا ويا القاعدة؟ لا، هذه الظاهرة خطيرة على إسرائيل وكيانها ووجودها، أن يعتنق أشخاص بارزون الإسلام رغم كل محاولاتها فتقتلهم. هذا نفس الوقت تقريبا من قتل الشيخ الشمري وقتل العلماء الآخرين وتخويفهم. هذه الخطوات يجب أن تكون معلومة وواضحة في أنظاركم، أن العدو لكم بالمرصاد، فكونوا على ثقة بالله وتوجه إليه، واعلموا مواطئ أقدامكم، ولا تسمحوا لهذه الفتنة الموقدة الآن لمصلحة أمريكا وإسرائيل والحكومات الظالمة التابعة لها
لا تسمح لها بأن تنتقل إلى العراق، وهذا أملنا في إخواننا خصوصا أهل السنة والجماعة. ويؤسفني أن أقول هذه الكلمة، لأن أنا علماء الإسلام كلهم أخوة، ولكن إن كان ولا بد فهؤلاء هم أولى بالحذر من هذه الفتنة. وأنا على ثقة وعلى اتصال مع كثير منهم يعلمون هذا ويفعلون، ولكن مع الأسف خلال هذه الفترة تخرج شعارات طائفية، اصطفاف طائفي، محاولة معالجة وضع طائفي ووضع طائفي، هذا كله أخطاء في أخطاء، فتجنبها أولى، والعلماء هم المأمول منهم أن يفعلوا ذلك. وأسأل الله من فضله وتوكلوا عليه، وأسأل الله لكم ولي التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأرده، ومن كاد المسلمين فكده، إنك على كل شيء قدير.